وللوقوف أكثر على تضارب المواقف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الحالية في بغداد والإدارة الأمريكية بشأن بقاء القوات الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي النزال. أهلا بك سيد مكي. يعني بداية، بعد أن أكدت الحكومة في العراق خروج القوات الأمريكية، مسؤولون أمريكيون يؤكدون بقاء القوات الأمريكية حتى عام 2022، كيف تقرأ هذا التضارب بين تصريحات الحكومة في بغداد والإدارة الأمريكية؟ يعني ابتداء نقول أن أمريكا لم تأتي للعراق لتخرج، نعم، وأن كل الراغبين في الإعلام فقط بخروج الأمريكان لا يستطيعون إخراج أمريكا، لأنهم يعتمدون عليها أساسا في بقائهم. يعني هذا الفيلم الجديد هو امتداد لأفلام طويلة وعريضة يعني رأيناها ونراها ونشاهدها كل سنة وربما كل شهر في العراق منذ 2003. الأمريكان باقون عبر عدد قليل من الجنود، وهذا ثابت يعرفه العراقيون، لأنهم ليسوا invisible people، ليسوا أناس مخفيين، هم أشخاص تصلهم أرزاق، والعراقيون القريبون من قواعدهم يعرفون ذلك. هذا أولا. وأمريكا باقية من خلال أتباعها وعملائها الموجودين في كل مكان، ومنهم من يصرح ضد الولايات المتحدة. أمريكا باقية في العراق مهما حصل ومهما قدمت من خسائر. لا سيما وأن المعارضة لوجودها مجرد كلام، وليس هناك أي مقاومة لوجود الأمريكان من قبل المتحدثين. سيد مكي، لكن لكن لماذا برأيك تسارع الحكومة في العراق بالتصريح أنه لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي؟ وهل للأوضاع السياسية التي يعيشها العراق دور في ذلك؟ نعم، بالتأكيد هم يرفعون شعار المقاومة، سواء كانت ما تسمى الحكومة أو ما يسمى الحشد الشعبي، هم يرفعون ومن وراءهم يعني إيران وغير إيران يرفعون شعار المقاومة لأمريكا والكيان الصهيوني، ولذلك هم يعني لا يعجبهم أن تنطفئ هذه الشعارات بتصريح من الولايات المتحدة والحكومة. هم يدورون في هذا الفلك إعلام فارغ، وحقيقة الأمر أنهم ليسوا محرجين. هم يقولون حين يعني يسألون أن الولايات المتحدة ما زالت تدعمهم بقوة، فكيف تطالب بخروج من يدعمك؟ زائدا هناك نقطة مهمة جدا. تفضل. أمريكا ليست بحاجة إلى 100,000 جندي في مكان ما. أمريكا موجودة في كل مكان وفي البحر والبر، وإن شاءت أن تتدخل فستتدخل في لحظات تصل المكان الذي تريده بالطائرات وبالإنزالات. إلى سؤال جديد الآن، يعني المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بقاء نحو 2500 جندي في العراق. السؤال هنا، ما الدور الذي ستلعبه هذه القوات في العراق رغم الرفض الحكومي من الحكومة الحالية في بغداد لبقائهم كما تروج؟ العدد الذي تعلنه أمريكا ليس بالضرورة دقيقا، هم 2500 كقوة قتالية، لكن هناك من يسمونهم مستشارين، وهناك من يسمونهم مهندسين، وهناك يعني ربما العدد أضعاف هذا العدد، وإضافة للجيوش التي أسستها أمريكا والتي ستأتمر بأمرها ساعة الصفر في أيا كانت هذه الساعة، يعني القوات مكافحة الإرهاب والذهبية وكلها ستتخلى عن ولاءاتها الأخرى وتتبع من يدفع لها، ومن يدفع لها هم الأمريكان ومن معهم في التحالف المعلن. هذه الأعداد
هي ايضا ذر رماد في العيون. هم يبلغون الامريكان ان لهم جنودا في العراق ولكن لا يعطونهم الرقم الصحيح. نعم سيد مكي، إلى سؤال جديد الآن، يعني بعد التفجير بعبوة الناسفة الذي استهدف رتلا للتحالف الدولي في البصرة هذا اليوم، السؤال: هل تعتقد أن مرحلة جديدة من الانفلات الأمني تنتظر العراق في قابل الأيام؟ يعني نتمنى أن لا يكون ذلك، لأن ذلك سيكون ضحيته الشعب العراقي بالذات. نعم. هذه التنفيليات شبعنا منها، يفجرون عبوة على من؟ على قافلة مدنية تزود لتجار أو شركات يزودون الأمريكان. الأمريكان ليسوا في الشارع لكي يفجرون عليهم عبوة ناسفة، ليس كما كان أيام المقاومة الحقيقية التي اندلعت ضد الأمريكان في 2003 و2004. الأمريكان ليسوا موجودين كجيش في الشارع. هذا التفجير لا أدري على من، هو أعلن على أنه هو ضمن الحملة الإعلامية والترويج لهذا الشعار الذي يدعي المقاومة زورا وبستانا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي النزال.